السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ أولاً ألف شكر على الألف سبسكرايبرز اللي جم خلال 48 ساعة، ما قصرتوش معايا والله وشرفتوني. ثانياً فيديو النهاردة هو فيديو مختلف شوية، مش هيبقى حدوتة حاجة ولا البحث عن أصل الأشياء ولا أصل الطعمية ولا أصل البطة أو أصل الإنسان. الحقيقة فيديو النهاردة هيبقى تحدي مع نفسي. قعدت أفكر كده شوية إزاي ممكن أتحدى نفسي، توصلت إن أنا هرسم برسمة بورتريه لشخصية مشهورة في ساعتين بس. طبعا ساعتين بس دي وبورتريه لشخصية مشهورة، الناس بالذات اللي بتعرف ترسم أكيد هتعرف إن الموضوع ده صعب جدا جدا جدا. قعدت أفكر مع نفسي مين شخصية ممكن أرسمها تكون شخصية محبوبة عند كل المصريين ومشهورة، ما لقيتش غير واحد، مو صلاح. طبعا وانا الفيديو ده بصوره بعد ما رسمت الرسمه، الحقيقه انا مش راضي 100% عن الرسمه، والرسمه انتوا هتشوفوا فيها شويه عيوب واضحه جدا جدا جدا، مش زي الشخصيه بالظبط، لكن بالنسبه لان هي بورتريه في ساعتين فده شوفوا الفيديو واحكموا. ايه الصعوبات اللي واجهتني؟ اول حاجه ان ده محمد صلاح، طبعا دي حاجه لوحدها صعبه. تاني حاجه ان انا استخدمت الوان خشب بس. تالت حاجة ان انا في زي ما انتم شايفين في المكتب بتاعي في الشغل، مش في مكان الريستروم بتاعي او الاوضة الكومفورت زون يعني. فضلت افكر مين شخصية ممكن، فضلت افكر يعني بس تسكبها. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I complicitly betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me around it. I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving.
admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed? My heart, my love, my life, the prize. It's hard to fight, to fight.